نحن ماشيين ندو الفرصة للمرأة التي ولدت كل الشباب حتى ولدت النشاب والنشاب خرج من بطن المرأة ومشى جاب السلاح عشان يغوط الشعب من القهر اللي كان فيه. الآن نحن بندي الفرصة لممثلة المرأة. المرأة هي المرأة هي أنا أقول لك وفي البداية قبل ما أبدأ في الكلمة بتاعي أنا داير أدي التهاني الخالصة لمنظمين هذا البرنامج. فأغتي مونتمك بسيكم رئيس بنا تلقنا يفلت أقول بانه قول يحكاري ما نشاء. وأنا بهي الرئيس بتاعنا والنائب بتاعه وكل الرفاق المتواجدين معاهم هنا. وكل الناس اللي أنا ما ذكرتها كل المقامات بتاعهم لكن هما كلهم البروتوكول محفوظ. وأنا بدي صوت الشكر الكثير للذين قاموا بالجهد لتنظيم هذا البرنامج حتى ما البرنامج نجح في هذا اليوم. فأنا وقت الله فأنا مليان من أنا بسولة المشاوجين بنا كوبان. وأنا بقول خلينا نعمل نستمر في هذا البرنامج عشان الليال بتاعنا يعرفوا أن التاريخ. وما كان أطول جميل بنا ده مثلا مش تونغاميسا. لأننا إذا لو ما حدثنا وكلمنا الليال بتاعنا أن التاريخ بتاعنا هو ما هيعرف أي حاجة. وده حاجة كويس عشان نحن نوروا الأشياء اللي نحن بدأنا عشان هما يقدروا يتمسكوا به. وأنا داير أتكلم عن التعايش السلمي. أنا مش هكون مقبلة داير شيء إذا ونحن بنعلم بأن وجودنا مع المجتمعات وجودنا برضو هو ما كويس. برغم إنه ربنا هو طلعنا برا عشان هو ممكن يصلح.